المسيره اللي درنا هي جات في السياق ديال المسلسل النضالي ديالنا اللي كنخوضوه، وجينا اليوم باش نرفعوا الشعار ديال الكفاف في وجه المسؤول الاول على تسيير القطاع الصحي بجهه مراكش اسفي اللي هو المدير الجهوي، وكذلك في وجه المندوبين وكافه المسؤولين على تسيير الشان الصحي بجهه مراكش اسفي. الوضع على مستوى القطاع الصحي بجهه مراكش اسفي وضع مختنق، هذا هو احسن وصف اللي ممكن نقدمه، الى ما خفناش نقدموا شي وصف اخر. وضع لم يعد يرقى الى مستوى تطلعات المواطن المراكشي خصوصا وتطلعات المواطن المغربي بشكل عام، وضع اللي الميزه الاساسيه ديالو هو النقص الحاد على مستوى الموارد البشريه، على مستوى المواد الطبيه، على مستوى باش اننا نشتغلوا. حنا اليوم جينا باش اننا نقولوا للمواطن كامل انه لا نستطيع تحمل ما لا طاقه لنا به. المستشفيات على مستوى جهه مراكش اسفي كاملين كتعاني من مشاكل اللي هي كبيره وكبيره بزاف، ومع الاسف كيتم تحميل المسؤوليه وفقط الموظفين، كيشوفوا المواطنين وكيشوفوا المسؤولين انه راه الطبيب ولا الممرض ولا التقني ولا الاداري هو المسؤول على المشاكل اللي كاينه، ولكن المشاكل اكبر من هذا الشيء. على مستوى مستشفى اليوسفيه كاين شطط في استعمال السلطه، واكبر تعبير عليه هو انه طبيبه مولده قالت انه مقص واحد كيخدموا به المرضى كاملين، كيف يعقل انه هذا الشيء راه في العهود الغابره وما كانش هذا الشيء. كذلك على مستوى المستشفى الجهوي هنايا في مراكش كاين مشكل ديال اصدار مذكرات مصلحه اللي هي مذكرات غير قانونيه عن طريق المدير بالنيابه، واللي هي ما هي الا تصفيه حسابات نقابيه. كاين كذلك مشكل على مستوى مستشفى السعاده والامراض النفسيه والعقليه، واللي نبهنا ليه من شحال هذه انه الوضع انذاك تما راه غادي يقد ينفجر في اي لحظه. كذلك الوضع على مستوى المستشفى باسفي، كذلك مستشفى الصويره، كافه المستشفيات بالجهه ديال مراكش اسفي كتعاني وكتعاني بشكل كبير. جينا كنحتجوا اليوم على عدم الالتزام يعني بالتعهدات ديال المديريه الجهويه وايضا ديال المديريه الموارد البشريه بوزاره الصحه بالرباط اللي تراس هو هذا الاجتماع الاخير، وكان اتفاق ومن بعد انه كنشوفوا غير ربح ديال الوقت، ما كاين لا التزام ولا اتفاق، وهذا كيحرجنا حنا كمسؤولين مع الشغيله الصحيه. احنا كنحاولوا دائما يعني الحفاظ على الاستقرار ديال هذه الجهه من الناحيه النقابيه، ولكن وزاره الصحه والمديريه الجهويه باغيه السلم يعني الاجتماعي ولكن بدون ما تؤدي اي ثمن، وباغي هذا السلم الاجتماعي على عاتقنا احنا، على عاتق النقابه الوطنيه الصحه والفيدراليه الديمقراطيه الشغل، على عاتق الشغيله الصحيه. مره اخرى يعني نطالب يعني هاد المسؤولين باش ينكبوا على معالجه هاد المطالب اللي هي انيه ويعني ومستعجله، وخصوصا يعني المطالب ديال الاسفي ديال سوء التدبير والمالي والاداري من طرف رئيسة القطب الشؤون الاداريه، ايضا المشاكل اللي هي عالقه اللي كيتحمل المسؤوليه ديالها الكامله المندوب ديال الصحه ديال اليوسفيه، كاين المشاكل اللي هي عالقه بالحوز.